وصل وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل. ها منطقة كله دفع الإتاوة. فين أبو أحمد؟ فين أبو رامي؟ ميتني قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كده كله تمام يا برنس، مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ ليه إن شاء الله؟ ماسك عليا زلة؟ بص على وشي كده أهو، شكلي نانسي؟ وريني كده؟ ليه؟ أمال إيه بقى إن شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليلة أهله سودا؟ يلا بينا. يلا يلا زعيم. النبي ده اسمه كلام، استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا، ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي. الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحوض. كل شويه يعني لازم يتقطع مستي عشان لا ما يم... وبص بص النبي، بص النبي، بص البشكير، بص في نظري قد ايه، بس هو بشكير. انا عملاق اعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام. اهو لازم اوطي، لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زفت. انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ ياما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا، انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. اعمل لك ايه؟ 100 مره ياما 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخة بطيخة. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفة زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حمادة ولا حمادة. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني ياما بقى، سيبيني اخلص الحارة من شره. هو بمفتري انا عملاق، صدقي بقى. حمادة ولا حمادة. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي هلف ياك. طب ممكن استأذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم، تعبش نفسك، انا انزل لك على طول بسرعه. يا حاضر يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا موت النهارده. هو فعلا هيموت هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما عملاق. خلتم عاطف، عاطف بيرجع. خلي حد يشده عشان لو فضل مدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. الإتاوة فين؟ سوري؟ الإتاوة! الإتاوة حق الإتاوة تفضل. الإتاوة يا معلم يعني المفروض بالعقل تاخدها من حد بيخش له على الأقل 7 جنيه في الأسبوع. لكن أقسم لك بالله أنا وأمي اللي قاعدة جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني إيه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب اعمل ايه؟ كده دي امور شحاته. لا لا اعوذ بالله، ليه؟ انا مش حاتش حاجه، انا بقول لك ظروف يعني. انت عارف يا دي اللي بيعصى اوامري؟ ها؟ عارف عارف يا معلم. عارف اللي بيعصى اوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له ايه يا عارف يا معلم؟ بسمع طول الوقت انت والجماعه دول بتحلقوا له شنبكم. الله. وكمان شنب عيره. بس ايه رايك؟ اكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه معلم؟ انت بتتوتر ليه فجأة معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش معلش بتحول. لا ما تتحولش، ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تأمر انت بيه، انا هعرف انا والاخر. انت مبارك ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه تاني. انا ليا فيها ذكريات. انصرف عني. حاضر. يا سلام يا عاطف. امشي حماده.
حمادة حمادة يا ابني انت اصحى يا حمادة اصحى اصحى يا حمادة اسود اوعى تكون عفريت ايوه عفريت عايز مني ايه انا بقول الله اللي اديت الهلف من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب وابن حلال استنى استنى ما تكون طفليش طيب وابن حلال ايه انت تعال بس تعال انت اديت الهلف قوتك ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم انت بتتكلم بجد بس جرب انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد لا قديم شوية. قديم قوي طب اتنططت شويه من الناس يا جن يا جن يا عسل انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك عايز نعمل ايه بس اسمعني حط ايدك في ايدي حاضر ومش هتخسر يلا اتنطط يا دي بس يا فيه ما دفعتش القطاوة ليه يا بص ياد في وشي كده انا الهلف يا يا حارة زاد الهلف الهلف امر مطاع ده هلف مين مين اخسى عليك مش فاكرني يا هلف اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير معلش العتب على النظر معلش دقق كده مين حمادة المعلم حمادة طبعا طبعا المعلم حمادة بس انا عايز اسالك سؤال انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوه قوي انا طول عمري عملاق انتوا بس اللي مش مصدقين انتوا امي احب فيك الاراده يا كبير احب فيك الاراده بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك صبياني عامل لك ايه صبياني ده راح اقطع عمرك هبهدلهم لك بس انا اطلب منك طلب صغنن جدا والله مش هكتر يعني نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه حلوه نزلني دي انا هنزلك انا عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق 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 ولا مش عملاق؟ عملاق روح قول لهم ان انا عملاق عملاق يما روح لهم قول لهم ان انا عملاق عملاق يما عملاق 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 يا ماما يا ماما مش وقته مش وقته انا وصلت ايوه انا قدام المحكمة طب استنيني شوية خد البت دي يا عم انت بنتك ولا بنتها لو سمحت يا حبيبي ايه ده ايه ده ايه اللي رجلك ايه انا مالي من عايز انزل عندي شغل اتفضل لو سمحت وسعي شويه رجلك ايه مش مقطوعه واحده ركبها بتقول ده ايه القرف ده اوعي رجلك استغفر الله العظيم يا رب زقيني يا بنت زقيني زقيني يا بنت صغيره زقيني انت متاكد ان المحامي اللي انت جايبه لي ده هيكسب لي القضيه عيب عليك ده انت اختي ده انا جايب لك محامي عقد عمره ما خسر قضية قبل كده وهيخلي طليق ده يلف حوالين نفسه ده أحسن محامي على مستوى شارعنا ويبقى يوريني بقى هيشوف طافر بنته إزاي وقسماً عظماً أنا لا أهو الأستاذ وصل أهو صباح الخير يا جماعة أنا آسف اتأخرت عندي مشغوليات معلش هيا وماما يا ماما عيش إيه وفرن إيه عيب كده يا ماما أنا في المحكمة ما تعطلنيش حاضر حاضر مع السلامة مع السلامة مع
معلش معلش، هي قضية الخلع ها؟ طبعا ان شاء الله ما تقلقيش يا مدام، وانت هخلعك وهجيب لك اعدام مش هخلعك بس. يا استاذ تخلعني ايه؟ ده انا اخوها. اخوها؟ امال هتتخلع من مين؟ من جوزها. فين هو؟ جوه ها؟ اه طبعا. طب هو شايل المخدرات فين؟ شايل يا استاذ دي قضية خلع. يلا 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 يا استاذ اتفضل معايا. ده هو حظه نحس شكله فقري لان انا مخنوق النهارده من التوك توك ومن امي. ايه ده؟ مين ده؟ قابل فوق يا مدام. مين الراجل ده تعرفوه؟ ده جوزها يا استاذ. جوز مين؟ جوز اختي. يا نهار ازرق، انت مصحيني من 7 الصبح عشان اجي اخلع مقابل الاهبل ده؟ ده يومه اسود هو واهله، احبسه هو واهله. لو سمحت يا مدام لبسيني الروب، انا هدخله داخله في المحكمه يومه اسود. اتفضل لو سمحت ساعديني. عنك يا استاذ. اتفضل. ده لابس شرطي، ده القاضي اول ما اشوفه هيحبسه مش هيخلعه. بس المهم حضرتوا لي الاتعاب. طبعا. جهزوها جهزوها. يا سيادة القاضي، إن هذه الأم الوحيدة الغلبانة الكثيرة النمرودة. نمرودة إيه يا أستاذ؟ لا يا فندم، أقصد البنت الصغيرة المقروضة. البنت الصغيرة المقروضة دي يا فندم من حقها إنها تكبر وتترعرع بين أمها وأبوها، هذا الأب العظيم الأب الحنون اللي كله تواضع، فممكن عنده 100 بدلة يا فندم، لكن جه المحكمة بالشرط عشان يراعي شعور الفقراء. أنا بطلب من عدالة المحكمة ومن هذا الأب العظيم اللي مش موجود في الدنيا إن البنت دي تطلع في حضن أمها الحنونة المجنونة. يا سيادة القاضي، أنا مختلف مع الأم دي كتير، لكن في النهاية يا فندم هي أم. طب أقول إيه؟ ما هي أم أختي، أقول راجل يعني. سيادة القاضي، أنا بطلب من حضرتك توقع أقصى العقوبة على هذه الأم، هذه الأم المستهترة. تخيل يا فندم إنها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيرة وتسهر لحد ما النهار يشقشق والبنت لوحدها. أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ بنت إيه اللي بتسهر لوش الصبح؟ بقول لك إيه؟ أبو البنت دي أنا عارفه وحكمت عليه في 7 قضايا زي دي قبل كده، وعارف كل ألاعيبه، يتجوز ستات محترمين وبعد كام شهر يطلقها. يعني معنى كلام حضرتك يا فندم ان انا هكسب القضيه؟ ارجوك يا فندم عشان مستقبلي، انا عايز اخسر القضيه دي. اديك شايف يا فندم يعني ده وجه ابلي كله. ايوه اسكت بدل ما احبسك. حاضر. حكمت المحكمه برفض الدعوه المقدمه من السيد حسام الدين صبحي لحضانه ابنته ومطالبه المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب. رفعت الجلسه. الله اكبر الله اكبر، الله عليك يا استاذ الله اكبر. مش فاهم ايه اللي خلاني كسبت القضيه الزفت دي. خد من يسر. ايوه انت تعالى ما تستهبلش. تعالى عايز ايه يا واد انت؟ بقى انا تخسر لي القضيه؟ ده انا ورايا رجاله تبهدلك. اوعى تكون فاكر الجلاليب دي هتنفعك. لا ده هيبهدلوك. كريم. مين كريم؟ هجوم. بص يا شباب، احنا عايزين نتفق، البنيات كده، الافيان كده، مش كله يضرب نفس الضربه عشان اضربوا يا رجاله. اديله اديله حد مدي، اضربه اديله يا كريم. انا بحذر في حد مدي، اهدي ايدك يا كريم. انا بقول لكم بحذر في اني حد مدي. ايوه انا حاسس بتغيرات في وشي. انا عايز اقول لك كلمه واحده بس. تعالى اطلب لي شاي يا محمود، اطلب لي شاي لو عارف حد تعرفه ولا لا. كلها بنيه واحده. انا هخلي رجالتي اضربوه. اضربه يا كريم. الشاي بلدينا اللي طلبتها. انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق، انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه، شويه تحت وشويه فوق. توك توك. ايه ناقص رقم مجهول واستظراف. الو. الو. ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تنفذ كل اللي حولك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحياة ابوك انا شايف المر ومخنوق.
لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصة لطافة. اخلص. على فكرة انا ما بهزرش معاك، وكلمة زيادة انا ممكن ادمرك. دمر مين يا دي تافه انت؟ من صفك نصف كمان، انت محامي ناجح ونعرف عنك كل حاجة. اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطة. النهارده الصبح ايه اللي حاصل النهارده الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين مساء الخير يا دكتور ناجي، لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي. باي باي. لا يا حبيبي، انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدلية. تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلعت التواليت قبل ما تنزل؟ بلعت التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي. حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ انا مش براقبك، بس انا وراك خطوه بخطوه زي ضلك. انت النهارده الصبح ما لقيتش صابونه في الحوض واتشطفت بصابونه المواعين. ايوه وكانت زفره. لا يا فندم، حضرتك من انهي جهاز؟ انا خدام، انا تحت امرك، انا ما عملتش اي حاجه. انا اسف توترت قوي، ممكن السواق يقلبنا بالعربيه. لا عربيه ايه، ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك، هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقول لك عليه، اكتب عنه. هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟ 14 شارع الفواكه. 14 شارع ده بيت حضرتك؟ حضرتك محتاج خضار للبيت، اعمل اي حاجه. امر العنوان ده تقفل معايا وتروح على طول وما تتحركش من هناك لحد ما كلمتك. حاضر، بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعه اتغدى مع ماما في البيت وهاجي لسعادتك. لا، في حد بيتهدد بيقطع التهديد وروح اتغدى. صدق صح، انا اسف. عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس فعلا انت متاكد من موضوع البلاعه والحاجات؟ فضل. اوكي تحت امرك. باي باي. انا كان مال انا ومال التفاهه دي؟ يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. امر يا فندم، انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. امر. شايف محل الكوافير اللي قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. ادخل حاضر. يا نعمة يوه، هتفتح يا خالد. ايوه فندم، ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ نجوى باديكير. حضرتك بتستظرف معايا. حاضر، لو سمحتي مدام نجوى باديكير فين؟ معرفش. اسفين. ايوه يا بيه، ايوه حاضر، اوصل لها لو تكرمت يا ست. حاضر، واعمل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه؟ وما نشوف اخرت يا اخوانا. فين نجوى باديكير؟ مين؟ ما تقول ان انت هنا. ما تقول اهلا. تمام، الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم، الهدف ورايا. قول لها المبرد اللي معاها ده مش بتاعها، فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا. المبرد اللي معاك مش بتاعك، بتاع بيسا؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ طب خلاص. سين. اوكي كده فهمت. اوكي حاضر، مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذة يا مدام، معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي هقوله مرة واحدة. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ أمال بتاع مين؟ بتاع بيسا. ومين قال لك يا أخويا؟ مش مسموح لي أقول معلومات أكتر من كده، وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبة، نجوى باديكير بتقول لك إنها بطلت تلطش من سنة 88. 88 عن إذنك. لا براحتك عادي. يا نهار اسود، أنا راجل محامي أقعد القعدة دي ولبان وشعر ونيلة. يا رب والنبي آخرتها إيه؟ استرها معايا. يا نعم. تصدق إن أنت راجل تافه؟ وحياة النعمة راجل تافه. أنت اتجننت؟ لا يا فندم، بقول للواد بتاع توك توك كان هيدوس على ركبتي. هو أنا استجرى يا باشا؟ أنا استجرى. قالت لك ايه؟ بلغتها الرسالة. قالت لي قول لبيسا يا كلبة نجوى باديكير بطلت تلطش من 88 بالتحديد. ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقمة وانام؟ لا مش هروح. اكتب العناوين ديت. حاضر، مش هروح، بس انا نفسي اعرف حاجة. انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟ انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقول لك ايه، اسمعني.
اعمل حسابك انك هتفضي نفسك اليوم كله، لان هقول على كل الاسرار دي. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شويه. السلام عليكم. عليكم السلام، عايز ايه؟ انا اللي جاي اسال على اللحمه والحته الانتركوت. ايه؟ سمعني يا ابني مش سامعه. الله يخليك. نعم. الله يخليك، اعدل لي السماعه احسن من السمعه. اعدل لك السماعه ليه؟ ما بحبش احط ايدي في ودني حد، انا مال انا. معلش يا حبيبي، انا زي امك برضه. طيب طب قربي شويه. اهو يا ابني ليلة سودة. سامعة كده؟ ها؟ كده تمام؟ ايوه كده. انت بتزعق ليه؟ صورتني يا شيخ. معلش انا اسف. عايز ايه؟ بقول لك انا اللي جاي اسال على اللحمه والحته الانتركوت. اه، هو انت كلمه السر ايه؟ اللحمه لسه ما اتشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمه. خلي بالك عليها، انا عداهم حتة حتة. حتة حتة ايه ونيلة ايه؟ انا راجل محامي. انت مجنونة يا ستنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مرة اشوف لحمة؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي تغير لي الانبوبة جوه ولا ما بغيرش انبوبة لحد. انت اتجننتي؟ انبوبة ايه ونيلة ايه؟ ايه ودي؟ يا سلام، طب روح هات لي خمس ترغيفة من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شوية مية لو تكرمتي. بتقول حاجة؟ شخص لا، يا ربنا يطرشك اكتر واكتر. ايوه ايوه والله جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه وادي البسطرمه، ايوه شكلها، والجبنه الرومي، ايوه موجوده، والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيسها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر، وربنا ما انا جايب حلاوه شعر. شكر قوي، الله يخليك. دي ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده، خدها كده. شكر قوي، الله يخليك. سلام عليكم. قلتها لي كده، الله يكرمك. قلتها لي كده. ايوه شكرا. سلام عليكم. في حاجة يا فندم؟ أصل أنا كنت عايز شراب، فببص للمنطقة بتاعت الشراب مش أكتر. وبعدين عادي بني آدمة يعني، ما تحرجنيش كده. أنا كنت عاوز شراب كولون شبك. يا فندم شبك، في حاجة حضرتك؟ لا يا فندم اتفضل كمل. الله يخليك. وثلاثة كرسي إكس لارج. حضرتك بتبصي لي كده، هي اكيد مش ليا صح؟ اكيد مش ليا انا. ما انا بقول كده. انا محتاج كرسي ولا انا هلف الشراب بشبك؟ فارجوكي، انا جاي اساسا متضايق ومخنوق وواقع في موضوع مش لازم احكيه لك. لا انا تحت امرك. ما تحرجنيش اكتر من كده. يا عمي حاضر حاضر، قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. عناية حاضر. سيبني بس ارتاح ليله في بيتي، وبكره هودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنه في التلاجه. حاضر هشيل الجبنه في التلاجه. تؤمر باي حاجه تاني؟ حاضر. قلت حاضر، ما بقيتش اقول غيرها. يا رب يا رب عطرني فيه، ده انا كنت هشرب من دم. ايوه يا اخويا. حاضر 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 حاضر. ده انت كرهتني في عشتي. اوعى تكسر البيت. اوعى ايه؟ اوعى تكسر البيض. لا مش هكسر البيض، لا مش هكسر البيض. بس انت صوتك بيقطع ليه؟ ها؟ ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك. والله اقف. اها ايوه ايوه. سامع كده كويس؟ سامع سامع، وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس سيبني بس نص ساعه، عشان ناس كلموني من المحل قالوا لي ان ارض امك في ناس سطوا عليها. يا لهوي. ليه 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 تطلعي انت الرقم؟ اهلا اهلا. ليه ياما؟ الحمد لله على السلامة. ما تستفزنيش ما تستفزنيش. ايه اللي في وشك ده؟ ماليش دعوة. ليه عملت فيا المرمطة دي كلها؟ ليه انا اروح للبنت باديكير؟ ليه اللحمة ما تشوحتش؟ وجبتي الحاجات دي منين اصلا؟ انت غيرتي صوتك ازاي؟ الموبايل الجميل ده اللي انت جايبهولي، احنا انا بستعمله مراية، بس فيه بروجرام هايل خالص بيخلي الصوت كده تخين وحلو. والنبي يعني اول ما تتعلمي البروجرام تتعلمي في ابنك ياما؟ حرام عليك. معلش يا حبيبي. نفسي اسمع بس حاجة واحدة، انت عملتي فيا كده ليه؟ عشان انت اناني ما بتحبش الا نفسك، مش شايف حد في الدنيا الا انت وبس. أنا آسف يا أمي، أنا آسف.
سامحيني. اتفضل. تؤمر بأي حاجة تاني سيادتك؟ يلا غور. حاضر. تعالى هنا. حاضر. قبضت مرتبك للشهر ده؟ الحمد لله يا سيدي. يلا غور. حاضر. تعالى. حاضر. هات ياض المرتب. اخلص. اهو. ايه ياض ده؟ فين بقية فلوس؟ ده اللي فضل من المرتب يا سيادتك. ربنا يبارك لك. فين عيالي؟ فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خسارة خسارة ومية خسارة. قالوا لي إن في قطر فرم أربع شباب، قلت يا ريت تكون أنتوا، لكن للأسف باظت المرة دي. خير يا بابا. ثانية واحدة. قوم يا قرد انت، قوم يا اخويا ظريف. السفرة دي دفع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي؟ مين قال لكم تقعدوا؟ انتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي ده أكتر عار في السي في بتاعي إن انتوا ولادي. لو تعرفوا أنا بكرهكم قد إيه. انتوا ولا حاجة بالنسبة لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقتقش، ما تكلمنيش بالصباع ده تاني، بدل اقسم بالله هقربه. فهمني ولا مش فهمني؟ اياك تتطاول تتكلم معايا بالطريقه دي تاني. انتوا زباله، انتوا اكثر شيء في حياتي، جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونه وادعي ربنا وعارف ان دعوه الاب مستجابه. أقول إلهي تمرض، إلهي تتحوجه، إلهي مكلاقه اللقمة وتغوره في 60 داهية، إلهي تجوعه وتاكله زي قطط من الزبالة. بإذن الله جاتكم القرف. إيه المناظر دي؟ إيه الشيطان اللي أنا مخلفه؟ أنا ما اتعصتش. يوم ما عملت لك سونار بكت الهبلة أمك حبلة فيك، الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجة خطر، ده شيطان نسقطه. حنية الأب طبعا، قلت لا وشرفت حضرتك. أهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ ما تعمليش فيها ذاكر أستم يا حبيبي. ها؟ ولا خلي أخوك الصغير باتيستا يرد عليك، ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا. خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحلية دي. أنت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفه العار دي؟ رزعوا اطفحوا. ثانيه واحده، ثانيه. سيب الطاجن يا اهبل انت. سيب. مين قال لكم تطفحوا؟ مين دافعين فلوس انتوا على الاكل ده؟ حد دفع تعريفه في السفره دي؟ انتوا عالة عليا، انتوا شويه عاطليه وربنا رزقني بيهم. اطفحوا وعلى شرط طول ما انتوا بتدفعوا تدعوا لي. يلا بالسم الان. انا حاسس ان الدعوات من جوه غير الوش. شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردوده عليكم. بابا. نعم. كنت عاوزك في موضوع. يا ابني اخلص بقى، الليل هيدخل علينا، ضيعت عمري معاك. اتكلم بسرعه بقى، الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري كاوتش. فاكرها سهله 300 جنيه؟ أنا شايلك 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في أي لحظة أبقى جاهز وأتويك. كاوتش. إلهي كاوتش يقرطم صوابعك يا بعيد. إلهي تلبس الكاوتش تتشل فجأة في الملعب. أنت بتنفض في مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب. في حاجة؟ أنت ليه مش مظبطنا؟ أنت أبونا. أنت إيه؟ أنت أبونا. اسمها بابا يا رب. ايه يا قد اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك، ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انتوا بتمسكوه ليه؟ هو هيضربني؟ انت هتضربني يا اهبل يا ابن الرقاصه؟ سعد قد ان انت واد. انا شاكك، انت ابن حرام، انت مش ابني يا قد. العيال دي شاكك فيها كلمة. انت انا متاكد. اهبل يا ابن الهبله. اسكت. كفايه. لا مش كفايه، انا هطول معاك. في حاجه؟ يا تافه يا بغيض يا اهبل يا ابن العبيطه.
خد يا بابا. خلاص يا بابا ما مش عايز اتكلم معاه. ما تبطلش نفسك انا هقتله. ايه البقره اللي بتتكلم معايا دي؟ ما تعمل حاجه بزورك. الاقي تولع وانا واقف فجاه كده. انا مش هتكلم معاك عشان انت بتطول تعال وراي. تعال وراي. ما تكلم على امك بقى كمل لما نوصل. يلا يلا يا عرق يلا يا عج يلا الله يخلصني منكم وارتاح يلا حبايبي عايزكوا بقى حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض عايزكوا اخوه احباء تنهشوا بعض احنا هنعمل ايه يا بابا هوريك يا اهبل غور انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس عمرك قد شفت ابوك بيهيس يلا يا مسايد تعمل معانا كده ليه؟ ده احنا ولادك افتكر لنا حاجة حلوة افتكر لكم حاجة حلوة استنى يا ادم ما ارجع في الاش فاهم شيلوا البزازات يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في أعياد الميلاد لا يجعلوا آخر عيد ميلاد يلا Happy birthday to you Happy birthday to you خلاص بلا مساخ خلاص مش عايز مساخ بلا هابي بيرث بلا زفت يوم اسود اصلا جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا جبت لك هديه تنفعك في مستقبلك جربها في ركبتك الاول انت يا زفت يا زكي نعم يا سيدي شيل التورته دي خلاص محدش يدوقها حاضر وهات لي راكيه النار بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا انسوا ان انتوا عيال لازم تبقوا ايد واحده هات يا راكيه النار طف النص حطوا ايديكوا في النار حطوا ايديكوا عهدون ان انتوا تبقوا ايد واحده حط ايدك تبعها بيه حط ايدك حط ايدك بقول لك حط ايدك حط ايدك حط صرخوا صرخوا جون سينا حبيبي اجري غور في داهيه يلا عايزكم بقى توروني الشطارة والشاطر فيه كله هيقضي على الباقي هيبقى ليه مكافأة 200 جنيه هياخدها على 6 شهور ابدأ اضرب يا هات اضرب كسر له الفقرات كسر الفقرات انا بحبك اخويا بحبك اخويا انزل على رقبته انزل على رقبته اضرب يا سرحانو بقول لك مفيش استسلام اخلص اشتغل يا بلف اشتغل بقول لك اتصرعاله دمره مش عايزه يمشي تاني قول له سامحني يا اخويا سامحني يا اخويا ما تسامحوش يا ايه رايك في ولادي؟ دول هيموتوا بعض بستين داهية موتوا بعض وامهم اصلا ماتت وناوي ابدا حياتي من جديد عندي حته كده قرتين على المريطيه بس ايه بعد ما يردموا الترعه هيبقى في براح وانت قاعده ان شاء الله في البلكونه ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه هو انت مستر اندرتيكر؟ اندرتيكر؟ لا انا ابن خالته للامانه يعني بس توأم نفس الشعر ونفس البرنيطه ايه رايك؟ تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا اقتلوا بعض يا كلاب يلا يا حلو سيبك من الكلام الفاضي ده ماتش ايه ونيله ايه؟ ابكوا كان بودي اذبحكوا بايدي بس حظكوا حلو اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاكم ابكوا بس خلاص انا جامعكم النهارده عشان امر هام انا حاسس ان ايامي قربت واسطوره اندرتيكت خلاص هتنكسر بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان سر بس لازم اتكلم فيه خلاص مفيش وقت لحسن اموت فجاه والسر اللي له يطلع وتورثوني بابا هو احنا كمان مش هنورثك مش هتورثوني وتورثوني ليه ده انت عبال ما تقول فين الميراث بتاعي تكون الفلوس خلصت نايل واسكت يا اهبل يا ابن الهبله
وانا جايبها كلها صح وقانوني ومية مية. انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه مية مية، هيكتب كل حاجة كل حاجة قدام عينيكم. يا عم سيد، تعال يا عم سيد، يلا عموك سيد، ولا عايز كل حاجة ولا ايه؟ ميكانيكي؟ انت ناوي على ايه يا حنوني؟ انا ناوي ان الطريقة اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملأ، مش عايز اضحك على حد. هاتوه. بصفتي ان انا محدش اتدخل في حياتي، محدش ليه دعوه بيا، اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندر تيكت ان انا عندي ثروه تقدر ب 80 مليون دولار مصري لا غير. بصوا التقسيمه بقى، بصوا التقسيمه. هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران. عز المنوفي يا ولدي؟ عز المنوفي يا حبيبي. ايه ده انتوا لحم كتافكم من خيره، نسيت نص كبده يا عم عز، نص سجق يا عم عز، حته فلفل، ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا؟ الدهن اللي في جتكم ده من عمكم عز. اكتب يا عم سيد. حاضر يا استاذ. و20 مليون دولار اكتبهم لاصدقاء اللي على الفيسبوك. الفيسبوك يا بابا اندر؟ يا بابا اندر، على الفيسبوك. انا اخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت احلى ايام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي، اهرش في كوعي ومسح لي دموعي، وناس عشرتهم وعشروني، يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي. اكتب يا جدع انت. كده كتير قوي، انا هيغمى عليا. يلا غور في 60 ده. يلا، ليته كان من زمان. 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركة ناديا دراي كلين اللي في شارع مصدق. يا بابا ايه؟ انت اكيد مش طبيعي. ما انا عارف ان انا مش طبيعي، عارف ان انا راجل فز. يا اللي بتهتي هبل يا ابن الهبله. امك كانت هبله لا بتعرف تغسل ولا تكوي. وناديا دراي كلين هي اللي شالتني العمر اللي فات. نايل نايل. يبقى فاضل كام؟ 20 مليون دولار يا استاذ. 20 مليون دولار الاخيره انا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت، ولا اقول لك؟ لا بلاش. كانوا بيكرهوني، كانوا هيسموني اكتر من مره. ال 20 مليون دولار حلال عليك يا ابو السيد. ربنا يكرمك يا استاذ. يلا وسع الورشه وظبط عيالك ومصيف وجمصه وجوك. انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري 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 بيدق. شعري يا ولاد. بابا شعري شعري شعري. واخدني على فين؟ انت هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ ظهر يا ولادي ان خلاص لحظه النهايه قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظه علشان يفرحهم، انا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وباذن الله وانا راجل في شده وربنا هيقبل مني نهايتكم اسود من بعض. ده اسمك ايه يا قاضي؟ باتيستا يا بابا. وانت يا شيموس. شيموس دول اصحابكم؟ دول اخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها طالما ابتديت اخرف. بابا ولدي اخيرا. بابا ما 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 خلاص بقى يا ابني، انت مزهقني في موتي وفي حياتي، الله يخرب بيتك. هات استنى يا رخاي، انت عايز ايه؟ 10 رغيف ليه معاك؟ معايا هما 3 رغيف بالسلامه. ليه 10؟
مع السلامة. هات يا حبيبي. الله يخليك يا اخويا. لا امسك فيها واحد. اقول لك هات هات، ما تحمدش ربنا. تعال هنا تعال هنا، هات الرغيف، ما تجيش تشتري من عندنا تاني. استنى انت شوية. بجنيه بجنيه. قاعد انت ومين في البيت؟ انا ومرات وابني. انت ومراتك وابنك؟ امسك اتنين انت ومراتك. استنى ياض، خد النص لابنك. يلا بالسلامة، بس استناني انت شوية. خمس ترغيفة يا معلم لو سمحت. خمس ترغيفة ليه؟ انا والولية والعيلين وامي. امك قاعدة معاك؟ ايوه امك قاعدة معاك. ما ينفعش تاخد لها عيش. ايه المعلم ده؟ ايه ده؟ انا عايز افهم ده لقمة ده ولا رغيف؟ هو عيش هتاخده ولا مش هتاخد؟ هو كده امسك ادي العيلين. ايوه وانت والولية وامك ست كبيرة دايلقبك في معدتك. انا معلم ازاي ما هي زي بني ادم هتاكل زينا؟ ان شاء الله عنها ما طفحت وانا مش بايع لك. عايز حاجة تانية؟ طب خلاص هاخدهم يا معلم هاخدهم. والله العظيم ما انت واخدهم. الله يخرب بيوتكم. الله يخرب بيوتكم. احنا بنطفحكم. يلا ده انت شعب النهاردة. سيك يا ولية يلا اتكل على الله. انا مش هبيع. شطبنا اقفل ايد النار دي. يلا بالسلامه. بكره العيش ناشف. العيش ناشف. يلا يلا يا راجل تقوم اقفل ايد الفرن. صباح الخير يا معلم حنفي. صباح الخير يا معلم حنفي. انت كنت فين يا صبحي؟ انت جاي متاخر يا صبحي وساب المعلم حنفي بقوته في السوق ابيع عيش لعامة الشعب. انت جننت يا صبحي. سامحني يا معلم، اصل وانا جاي التوك توك اتقلب وقعت على ركبتي اتجلطت. ايه اللي حصل؟ وقعت على ركبتي اتجلطت. انت شكلك كذاب، شكلك كذاب ومرتبك. انت عامل حاجة؟ لا يا معلم. انت عامل حاجة؟ مش عامل لا حاجة. لا وايه الخرفشة دي؟ ايه؟ في صوت خرفشة. مفيش يا معلم ده كيس. كيس؟ انت جاي تخوفني في الفرن بتاعي يا صبحي؟ ايه اللي في الكيس يا صبحي؟ مفيش حاجة يا معلم. لا انت مضطرب. لا مفيش حاجة. انت مضطرب. يعني ايه يا معلم؟ لا في بلوة في الكيس ده. لا 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 لا، اوعى تكون جايب لي تعبان ولا حاجة. مفيش حاجة يا معلم. طب ما تشوف. ده كيس فيه أشياء. فيه أشياء؟ وريني، مد إيدك وريني وطلع. أهو. يا نهار أبوك أسود. عيش فينو يا صبحي؟ عيش فينو؟ وجاي لي بيه في الفرن البلدي بتاعي؟ قصدك إيه؟ قصدك تقول لي إن أنا بلدي؟ أنا بلدي وبحب البلدي. وريني فيك ايه تاني؟ وريني. يخرب بيتك جبنا ناس يا صبحي، جبنا ناس يا معفنين. وعيش فينو؟ هو عادي كلك في السياسه من ورايا. لا سياسه يا معلم، انت مكبر موضوع قوي. ده واحد صاحبي جابهم لي عشان افطر بيهم. انت شكلك كذاب. لا وربنا شكلك كذاب. لا صاحبك ما يعملش كده تاني يا صبحي، فهمت؟ حاضر يا معلم. يمين بالله الحاجه دي لو اتكررت تاني يا صبحي لا هطردك ومش هتاكل عندي عيش ثانيه في الفرن. وغير كده وكده بقى ايه؟ هتشوف اسوه المعلم حنفي. اسوه ايه؟ المعلم حنفي. ايوه حنفي. تمام يا معلمة. يا حب الحب يا حب الحب يا كيداهو، خليتي قلبي عجينه. تقولي حنفي يجي كده، حنفنفي يجي كده. اشغلك ايه؟ اشغلك الحب الحقيقي ما بينتهيش. الحب الحقيقي يا حب الحب. يا بكاش البكاشين يا كيداهو. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ولا حبيبتك. ايوه حبيبتي. حبك برصي حنفي. قوم يا اخويا اقف وانت بتكلمني. لا انا بحب اقعد على الكنبه براحتي. اسم الله. في ايه يا كيداهو؟ تعالي بس ارتاحي، تعالي داخله النار شريتك ليه كده؟ ما نفشوش ليا يا خويا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. صدق بالله وحشتيني، وحشتيني بجد باخلاص. وحشتيني؟ ايه وحشتيني دي؟ اما بشوفك بطاري بالشين بتضرب مني. بحبك يا كيداهو. مالك فيكي ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ حنفي الحبتين دول ما تعملهمش عليا يا اخويا، ما طلبتش معايا. ومبروم على مبروم ايه؟ ما يقفلش. لا يا عينيا ما يرلش. ده انا كيداهم ورحمه اللي جابوا ابويا وامي يا حنفي. لو خرجت من البيت تاني من غير ما تستاذني لفرج عليك اهل الحاره كلهم. وما هدخلك البيت ده تاني. وانت عارف بقى كيداهم واسود كيداهم. وهو ده اللي معصبك؟ لا انا استاذنت، كتبت لك ورقه وسبتها لك على الكومودينو. انت اللي ما قريتيهاش. اهدي كده، في حاجه تانية معصباكي وقلقاني بصراحه. بصراحه بصراحه بقى معصبني في الجوزين اللي فاتوا اتجوزت عليا مرتين، ويا عالم هتتجوز عليا مين تاني؟ لا لا الجوزين اللي فاتوا ايه وجواز ايه تاني؟ خلاص طبنا الى الله. دي كانت نسوان كده يعني تحس انها مراهقه. تقلك بقى كده خلاص، كل دول كانوا ناس زواج. انت الاصل. والله انت الاصل يا ابيض. اهدي بقى كده. طب ايش كلمه حلوه كده تطر عليا نار الفرن قبل ما تمشي؟ في عينيا في نور عينيا. كبه وكبه ومليون كبه. الهي اشوفك يوم يجي لك ويحط عليك يا حنفي. يا
يا رب يا بابا عايز تسوي تيجي تلم عليك اللمه الله ينتقم منك يا شيخ. معلم في ايه يا زفت؟ في ايه معلم؟ في واحده بره بتقول اسمها جينيفر لويس. مين يا قاضي؟ جينيفر لويس. لويس الله يخرب بيتك. جينيفر لويس. جينيفر هي دي يا معلم. هي اللي في العربيه. ايوه يا معلم. شوف ربك الكريم عايز يفرحني بعد الهم اللي كنت فيه. جينيفر ايوه الله يفرحك يا قاضي. هديك 15 رغيف تروح بيه. الله عليك يا معلم. يا اهلا يا اهلا. الروائح بتقول هي جينيفر يا اهلا الفرن والحاره والمدريه كلها نورت. اصيله من يوم ما عرفتك وانا قلت ان انت بنت اصيله. لسه فاكراني فاكره المعلم حنفي. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ دخلتك بالعربيه نسيتني كل حاجه. انت هات. ايوه معلم. احرق العيش واقفل الفرن خلاص. ولا فرن ولا عجين ولا عيش. خلينا في المهلبيه. يا مهلبيه ألف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم إبراهيم. يشهد ربنا إن أنا كحنفي عمري ما نسيتك يا جينيفر. عمري. أي نعم اتجوزت كيداهم بعد ما سبتيني، بس أنت سبتيني وأنا راجل ليا كرامة وعزة نفس جوزتها. برضو ما نسيتكيش يا جينيفر. واتجوزت التانية والتالتة. إن أنساكي؟ مش عارفة أنساكي. ده أنا من أول يوم أنت عملتيلي إيه؟ سحرتيلي. انت سحرتيلي. لقيت نفسي فرن بلد قلت السله. اشتغلت في الفينو وفي الباتون ساليه وفي ابو عجوه الحلو دوت. برضه ما نسيتكيش يا جينيفر. بشوفك في كل الاوقات. برمي العجينه في الفرن عشان العيش يقب. انت عارف احنا بنبططه كده ونحط دقيق وبتاع وبنرمي. العيش يقب بشوف وشك في القبه. اعمل ايه؟ انت عملتيلي عمل وربنا عملتيلي عمل. بس انا عاتب عليكي. هنفضل لحد امتى تخبطي مشوار من امريكا للشرابيه عشان نتقابل؟ وبنتقابل يا عيني يا فزقاء يا فحاره زي اللي بتبيع بانجو لمؤاخذه. فانا رايي كمعلم هنفي يعني ان احنا نتوكل على الله ونكتب الكتاب. قلتي ايه يا جينيفر؟ الف رحمه ونور تنزل عليك يا معلم ابراهيم. طبعا مش في الحل غير في التلفزيون والحش. ابوكوا نايم ساعة بعد الظهر. انزلوا الفرن هوا على العيش. ده الرزق اللي بتدفعوا منه. مش فالحين غير ماشي مع الشباب. حضرتك ماشية مع سعيد وانت مع اسماعيل. لا ده هيتجوزك ولا ده هيتجوزك. ونهايتها هتفضحوني. امكوا فين؟ في المطبخ يا بابا. هي عندك. تهب بايه؟ بتقطع مواسير بالسطور. السطور كبير. شوفه بنفسك. صباح الخير يا ست الستات. يسعد مساك يا عيون كيداهم. ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله. قمر واقف في المطبخ. تعيش لي يا راجلي يا حياتي. بقول لك ايه يا كيدا؟ سيب السطور ده عشان عايزك في كلمتين مهمين. خير؟ خير ان شاء الله. لا في حاجه. طالما قلت لي سيب السطور يبقى في حاجه يا حنفي. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه يا كيدا. انت قلبتي فجاه كده ليه؟ انا بصراحه عايز اتكلم معاك في موضوع هيحدد مستقبل الأسرة دي. مستقبل الإيه؟ الأسرة. أسرة إيه؟ أسرة إيه يا أبو أسرة اللي أنت بتتكلم عليها ها؟ تعالى ليه هنا؟ أسرة إيه؟ أنت عامل مصيبة ومحطيها عليا يا حنفي ولا إيه؟ وليه بنات؟ ما تقدر تتكلم يا وليه؟ فهمني يا وليه بتهزقيني قدام بناتك؟ عيب كده؟ أنا ما حدش لعب في دماغي. أنا اللعب كله في قلبي. قلبك؟ سلامة قلبك. أنا عايز أقول لكم موضوع يستحسن تسمعوه مني قبل ما تسمعوه على قناة الإف إم. نجوم اف ام. ليه يا حنفي؟ نويت ان شاء الله تغني يا حنفي ولا ايه؟ تغني ليه وانا معلم عره؟ ده انا قد الدنيا في السوق. يلا بقى زي ما ترسي. انا بصراحه هتجوز. يا لهوتي يا مصطفي. يا لهوتي حضره قلبي. ابوك هيتجوز عليا يا بنات. تتجوز يا حنفي؟ كفكش اللي انت عملته قبل كده يا بابا. عايز تتجوز على ماما تاني؟ ايوه ما كفنيش وهتجوز على ماما تاني كمان. بتقول اكيد يا اخويا هتتجوز واحده قطعت لي ايديك يا حنفي. قطعت عليه؟ شايفاني ماشي بعرق في الشقه؟ ده انا سيد المعلمين اوليا. انا هتجوز ست الستات جينيفر لوبيز. يا لهوتي يا حنفي. إيه؟ وكمان هتتجوز عليا لعيب كره يا حنفي. يا بت... لعيب كره يا حنفي. يا ولاد تضربيني بالركبه قدام بنات. شوف اياه سودا مني يا حنفي. ها يا وليا يا وليا يا وليا يا جهله يا جهله. وعلى الساعه
لو ليا يا جهلة شنيفر لوبيز لعيب كورة ايه؟ دي ست الستات مطربة عالمية، الشباب كله في العالم بيعمل عليها كده، وهي اختارتني انا. اختارتك انت؟ ده انا اللي هجيب اجلك النهارده. شيختني ايه اللي؟ حنفي. ايه؟ لمها يا حنفي. مش هلمها. خلي اليوم يعدي على خير. ان شاء الله عنه معدي. اغزى عليك يا حنفي، اغزى عليك. تسيب كيداهم ام بناتك الحلوين المقطعتين دول عشان المطربة المشهورة بتاعتك دي. تسيب ام عشان جينيفر لوبيز. ده انت يومك النهارده اسود، ده انا هخليكم تصوتوا عليه النهارده. صوتي بقى وكده. كده يا حنفي؟ ايوه كده. كده برضو؟ ايوه كده. خلي عندي كرامة اطلب الطلاق بقى. ايه ده؟ الله يسامحك يا حنفي. ان شاء الله يسامحك. قولي. الله يتقبل منك زي ما انت حرقت قلبي النهارده. اشوف فيك يوم. شيختني ليه لقيت الكهرباء في الطرقة ونخلص منك؟ بابا انت بتهزر ولا ايه؟ ليه بهزر؟ ليه شايفاني بشقلب على السفرة؟ انا هتجوز الست شنيفر لوبيز. هي عندها حفلة هنا وقررنا نكتب الكتاب قبل ما تطلع على المطار. بابا انت عيان؟ وبعدين هتشوفها فين جينيفر لوبيز دي عشان تتجوزها؟ اسمها جينيفر لوبيز؟ الله يخرب بيت فلوس اللي ضاعت عليكم في التعليم عشان تعرفوا تتكلموا انجليزي. اسمها جينيفر لوبيز؟ اسمها جينيفر. جينيفر يا جهله يا بنت الجهله. وده حصل امتى ده؟ في صيف 92، كان يوم تلات، في شارع خالد ابن الوليد في سيدي بشر. كنت رايح اجر مايوه بوتوكه ده عشان كنت عايز انزل البحر مع اصحابي. كنت لسه صبي صغير وشغال عند المعلم سيد قدره. بتضحكوا ليه؟ الله، وابوكوا اتجنن ولا ايه؟ لا بعد الشر يا بابا. والنبي يا بنت انتوا ايه السفاله دي؟ ازاي انا اتكلم وانتوا واقفين تنمروني وتوششوا بعض؟ تعالي هنا، تعالي هنا. انباري 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 ارجعي. تعالي هنا، تعالي هنا بنت، تعالي هنا. انباري انباري ارجعي. المهم والست شنيفر كانت جايه تعمل حفله في اسكندريه، وجات الفرد تشتري عيش زي ما خليق ربنا، وشافت العبد لله. كانت الهيئه غير الهيئه. شوف انا جميل جمال غريب دلوقتي، الاول كنت احلى قمر قمر. بصت في عينيا كده وبدات قصه الحب. هتتجوزوا امتى بقى؟ ان شاء الله هنتجوز. حبينا بعض حب عظيم، حب ما حبوش سيد لسيده، ولا عنتر لسيده، ولا روميو لسيده. وقررنا ان شاء الله نتجوز. انا مش مستريح لكم. لا انتوا بتتريقوا عليا. تعبت. بقول لك تعالي. تعبت. تعالي هنا. بقول لك تعالي. انباري انباري ارجعي. تعالي تعالي. بقول لك انباري انباري ارجعوا. انا ان شاء الله هتفركش الاسره وهيتمكم وانا عايش. بس انتوا مش مصدقين صح؟ طيب مش بتعرفوا تسمعوا راديو؟ عندكم راديو؟ عندنا يا ماما. انت اللي جايبه. انتوا بتكلموني وانتوا بتضحكوا ليه؟ وانا اتجننت؟ انا هثبت لكم. استنى اهي قناه الاف ام. النهارده يا جماعه عرفنا خبر الموسم. المعلم حنف الفران من الشرابيه رفع راس رجاله بلدنا كلهم، وهيعقد قرانه على مين؟ على جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت الاكسنت بتاع الدوله اللي باظ. اسمها جينيفر لوبيز يا بهيم انت كمان. اسمها ست جينيفر. جينيفر. انا اسف يا معلم حنفي، انتوا مصدقين يا جماعه جينيفر لوبيز هتتجوز المعلم حنف الفران؟ وعلى فكره الخبر ده حقيقي مش اشاعه، والمعلم حنف لسه مأكد الخبر بنفسه. ومعانا اتصال من مودي صديق البرنامج. انا بتصل عشان ابارك للمعلم حنف الفران واقول له دي ضربه معلم وخطوه مؤثره نحو فتح اسواق مخابز بلدي في الخارج. يلا غوروا في داهيه قبل ما امكم كمان يغمى عليها واخلص منها. هتجوز يعني هتجوز ان شاء الله على انقاض الاسره دي. يا انا يا انت النهارده يا حنفي. يا انا يا انت النهارده يا حنفي. هو قتلتهم يا حنفي؟ انت فين؟ انا اهو. انت هنا يا اخويا. فين يا حنفي؟ فين يا حنفي؟ لايمها يا حنفي. مش لايمها. عديها النهارده يا حنفي بدل ما اجيب اجلك. مش هعديها وهتجوز شنيفر. طب بص يا حبيبي. ايه؟ انا مش هقتلك ولا هذبحك ولا هخلعك. امال ايه حنفي؟ ايه عشان خاطري؟ ايه نبتدي انا وانت صفحه جديده النهارده. صفحه جديده ايه؟ انا فاضل لي 3 صفحات في حياتي عايز اعديهم مع جينيفر. جينيفر يا حنفي. ايه يا حنفي؟ عديها يا حنفي. وربنا ما يعديها. هتعمل ايه يعني؟ بقول لك عديها يا حنفي. بحبها يا اخي بحبها. صوتي. طب بص يا حنفي. ايه انت عدل كده وانا هعدل لك الطاقيه يا عينيا. بص لي يا حنفي. اديني باصص لك يا وليه. انا باصص فين؟ انا بكلمك كده. ما انا باصص لك. كل ساعه بتسالي بتسالي. عيط هقهرك وهتجوزها.
اتقهري. طب بص يا حبيبي. ايه؟ بص يا حبيبي. ايه؟ انا قلت لك هبتدي معاك صفحه جديده. اه. هكتب لك العشر فدادين اللي حلت. هعمل بيهم ايه؟ هجري فيهم وانا فلاح؟ انا بحبش نيفر، بحبها. يا حنفي ما تقولش الكلام ده قدامي. هقوله. يا واد هعجنك. يا واد ارفعي ايدك. طب ارفعي ايدك. اقعدي بقى. اقعدي. اقعدي بقى. اقعدي. طب بص يا حنفي. ايه كل شويه بص بص وانا بص فين؟ انا بص يا اسطى. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا مجنونه يا بنت المجانين؟ هتجوزك. اتجنني. انت شفت حاجه؟ انا عايز اشوف. بص بقى الحكايه. بص دي يا بنت المجنونه، يا امكم اتجننت. ام حوش عني يا ولد الكلب. طب ارفع ايدك عشان انت اللي ترفعي. ارفع. اقعدي بقى. اقعدي بقى. فلقتي يخرب بيتك. طب بص بص برضه الحكايه. بص دي وانا اعمى وليه؟ ما انا شايفك. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ هتجوزها وهقهرك. انت بص بقى. ايه؟ انت النهارده هتجيب اجلك يا حالك. حد يخلص حد في الخناقه دي، اتفولت قوي. يخرب بيتك. Please welcome a beautiful and versatile entertainer and actress, Jennifer Lopez. In the multiple Oscar-nominated film Crash, many strong and opposing feelings are brought to the surface. Prejudice and tolerance, forgiveness and resentment, sin and redemption. In the opening scene, we are told that people feel so isolated these days. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker, the nominated song In the Deep will be performed tonight by the woman who also wrote the lyrics as well as the music, Kathleen Bird York. يا نهار اسود. كيداهم وربنا كيداهم. مهما تتنكري جنابك المدلدله كشفتك خلاص. يا ترى هتعمل فيها ايه؟ The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker. لا انا كده باذي اللي بحبه. انا هنسحب من الحب ده. ما اقدرش اذيك يا جنيفر، ما اقدرش. انا حاسس ان انا قاعد في حته غلط. ايه ده؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ولا ايه؟ ما كرسي فاضي قدامك الا قاعدك مكاني. ايه القرف ده؟ ما تخافيش يا حلوه، انا قلبي حنين، هموتك بالراحه. حته حته هقطعك يا شيخ. صحيح ذبحوا المعلم؟ صحيح ذبحوك يا معلم؟ ذبحوني ايه يا ابن العم؟ ايه؟ ما انا رقبتي في جسمي قدامك. خلينا نشوف البلوه دي بقى. اوعك هيداهم. اهدي واستهدي بالله. ايه اللي جرالك؟ اوعي تمسيها بالسكينه اللي خلي ليلتك زي الزفت. انت اتجننت يا ام العيال. اتجننت دي كلمه قليله من اللي شفته منك يا حنفي. ده انا قلبي ده شايل ومعبي منك بلاوي. ده انا فوتت لك كتير، جوازه واتنين، واقول يا بنت عدي عشان المركب تمشي، لكن انت ما بتتهدش ما بتهمتش ولا ولا ايه؟ جرى لك ايه؟ خلصت يا اخويا على نسوان المحل ورايح تلقط لي من بره بقالش نفر قال ايه ما قطعتك يا بنت اللذينه انت؟ بصراحه يا كدام انا ليا حق، انت السبب. انا بصراحه مقهور في بيتي، مش حاسس ان انا راجل في بيتي، انا حاسس ان انا راجل في الفرن بس. انا عامل ازاي في الفرن يا قاضي؟ اسد يا معلم. اما بدخل على الرغيفه بتعمل ايه يا قاضي؟ بتنط في الاكياس يا معلم. مين اللي بيلسع الزبان بالقفان يا قاضي؟ ايدك الحلوه دي يا معلم. اسلوبك الوحش يا كيداهم هو اللي خلاني ابص للمستوى الرخيص زي جنيفر وامثالها. اهدي بقى، اهدي وعقلي. انت عندي احلى من جنيفر وارق من جنيفر واطعم من جنيفر. صح يا قاضي؟ بصراحه لا يا معلم. يا صح يا معلم. صح. شفت الكلام الحلو؟ ما اثرش فيك بذمتك؟ لا اثر فيا يا حنفله. اول مره اسمع منك الكلام الحلو ده يا حياتي. عشان شفت دموع الحب في عينيك يا كوكو. بس انا ما عيطتش يا حنفله. امال مدمعه ليه؟ اصل نور اللمبه ضرب في عينيا يا عينيا. الف سلامه عليك وعلى عيونك يا حلوه. تعيش لي يا حنفله. تعالي يا كيداهم نرجع عشينا جميله كيداهم ونقعد في فرننا. حياتي. يلا حطي لي في حمايتين زي زمان وولعيهم ونتفرج على افلام رعب. وايه كمان يا حنفله؟ وكل السعاده عوضك عن كل الايام السوداء اللي وريتها لك يا حبيبي يا حنفله. ده انت اللي حبيبتي يا حضره الظابط المتهمه. يا حضره الظابط اهي.
كانت عايزه تقتل خطيبتي الانسه جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز؟ حضرتك مين ان شاء الله؟ الباتشينو؟ لا مش للدرجات دي، مش للمستوى ده، انا المعلم حنفي برضه. اتفضل القضيه كامله بالسلامه يا حنفي. كده يا حنفي كده تسلمني للظابط يا حنفي. يلا إيه مجنونه. مجنونه ايه؟ ولا يلا مجنونه. يلا يا هبله خدوها. بالسلامه بالسلامه حضره الظابط. انا لازم اجي اخدم العداله للاخر، انا بحب اخدم العداله والحكومه. انا عايز ابلغ على الواد دوت بيبيع خرشوف يا باشا، وكل خرشوف. الناس عارفه كل الناس كمان تبيع خرشوف. والله بيبيع خرشوف يا حبيبي. سيبني عشان كانت له فايده. يلا هات من هنا، سيبونا بقى غرف ده، خلينا نعيش مع القمر دي. احنا اسفين للي حصل، معلش وليه مجنونه معلش، بس هعوضك يا جميل. اوعى سواق تطلع تحتيك نعمه او النبي نعمه. هاي، أي أم دون سلامة سردينا رئيس المنظمة، وبقولها لكم بكل وضوح وصراحة، المنظمة مش هتسقط قصاد ضغوط اليو اس اي ومكسيكو سيتي كلها معايا وبتساندني. صفقات الأسلحة والعمليات الإرهابية هتتنفذ بمواعيدها، وجدول الأعمال هيقرأ عليكم ماي بودي جارد، ماي رايت آرم، ذراعي اليمين، مستر متولي أدريانو جوميز. فليتبطل. مبدئياً بعتذر عن التأخير، اللي كنت برجع بره أوفر فسامحوني. وأحب قبل ما أبدأ أقول أي كلمة تحية عظيمة لراعي الإرهاب في العالم، الرجل الأول في الإرهاب والدم، مستر سلامة سردينا. أنا بوجه كلامي لأصدقائي الإرهابيين في كل مكان في العالم، السادة الأفاضل من الشبيحة، السادة الأفاضل الذين يعشقون الدم، الذين لا يعرفون طعم الرحمة، الذين يعشقون القتل والقتلة، بوجه لهم كلامي. أي حد طيب ما يسمعش خطابي النهاردة، كل الأشرار في العالم هم أخواتي وأخوات الرجل الطيب ده. هقول لكم القرارات اللي اتخذتها المنظمة العالمية التهريبيان للإرهاب والسلاح، القرارات كلها في مصلحتكم، وهي كالتالي: أولاً، تصدير عدد 2 كونتينر آلي وفرد خرطوش محلي للمافيا العالمية. وكل ده ليجل عشان ما حدش يجي يقول ان احنا بره القانون، كل ده حسب اتفاقيات التبادل المخدراتي والسلاحي، زائد طلبية مطاوي أرن غزال وربع مليون عاشوره للعمرانية ايجيبت. عايز اقول حاجة، احنا هنبعت لحبايبنا في امبابة سلاح فتاك جديد يورونا هيعملوا ايه فيه. هيروح لهم سفينة محملة بالعرس العضاضة. ايوه العرس العضاضة، العرس العضاضة. يوروني بقى. سوري انا ازعجتك. يوروني بقى، يوروني يمسكوا العرس ازاي. والخبر الاهم، قررت المنظمة الاسبوع اللي جاي عملية اغتصاب جماعي لكل معارضين مستر سردينا. انت راجل ابن حلال ما ضربش. سوري ازعجتك كتير. بالمناسبه السعيده دي والاحتفال ده بنجاح الصفقه، اسمحوا لي اني اشكر مسز ماتيلدا سردينا، زوجة العم، رفيقة الدرب، سعد الهنا عليا، اللي عمري ما هنساها، اللي طول ما هي جنبي بحس بالأمن والأمان. أنا سمعت صوت رصاص يا متولي. لا يا راجل، رصاص إيه ده؟ فاهم في الشارع النوراني. متولي سيدي، أنا مصر إني سمعت صوت رصاص. رصاص إيه الوهم ده؟ أنت لابس قميص ضيق، الزراير ابتدت تفرقع مش أكتر. إجمد يا معلم. يا متولي أنت متأكد؟ طبعاً.
لا لا اوعى تعملها، اوعى تعملها وتموت. يا تجراس يا معلمي استاذي، انت ماي فازر بالنسبه لي، اتعب في الحياه من غيرك. متولي تأمرني وصيتي الاخيره ليك انك تفضل طول عمرك مخلص. مخلص ليك الى الابد يا سيدي حبيبي، وداعا يا زوجتي العزيزه. نهار اسود، مات مات. نعمل ايه؟ تتجوزني يا متولي؟ طبعا اتجوزك حالا. كويس النهار في 60 داهية. انا كنت بقعد بيك من زمان بس ما كنتش عايزه اتخطى البروتوكول بتاع العصابات. وانا سلامة سردينة، البادي جارد بتاعك ده ايه؟ استخدام اطفال؟ ابتدينا نستظرف ونتجاوز الحدود اطفال. اوكي اوكي يلا بينا يلا بينا. السادة الصحفيين لو سمحتوا اقفوا جنب بعض، كل ده ممنوع من النشر فهضطر اصفيكم. كلنا صبيان المعلم سردينة وجميله على راسنا من فوق، ربانا وعلمنا الكار، واهم من ده كله علمنا معنى الاخلاص والوفاء. انا عارف ان انتوا كلكم كنتوا بتحبوه، لكن هو بقى في اتنين كان بيحبهم قوي وانا عايز اكافئهم، انت وانت. صح؟ صح يا معلم. أهم حاجة إيه؟ الإخلاص والوفاء. تعظيم سلام للمعلم في تربته. تجوز متولي جوميز من السيدة مالتي سردين التي ساعدته واستطاع في وقت قليل أن يصبح من كبار المهربين بنجاح ساحق، وذاع صيته في العالم كله وأصبح على رأس قوائم الإرهابيين الخطرين والمطلوبين. انت يا غبي يا غبي، قلت لك 100 مرة الرصاص يتحط في التلاجة بدل ما يفرقع في وشنا، ايه الغباوة دي؟ يا ابني ما بيت، انت شكلك غبي. يلا نورة حتة، قوليلي سعيدة معايا أكتر ولا كنت سعيدة مع سردينة؟ معاك أنت أكتر يا حياتي. شكلك منافقة. شايفة الواد رومي؟ أحسن واحد يشتغل عندنا. وفي وفي رومي، هاي هاي حبيبي قرب.
ارفع لي ايدك يا رامي. حرامي وخاين ابن خاين. متولي كده ما تفتكرش تقولي كل سنه وانت طيبه في الفالنتاين. فالنتاين ايه وزفت ايه؟ فالنتاين ايه؟ انا فاضي. ما انت شايفه بهبب ايه؟ انتوا مش عايزين تاكلوا عيش ولا ايه؟ انت اتغيرت يا بيبي. يا ستي ما اتغيرتش ولا حاجه، مش عايزين قمص بقى. الله، وانت مش عارفه معزتك عندي يا وليه ولا ايه؟ انت من بعدك ما فيش نسوان، ماتوا خلاص، خلصوا. جربي انت وموتي كده اعتزل النساء. ما تقرفنيش بقى عشان عندي شغل وشغل كتير كمان، والعمل زي ما انت فاهمه واجب لازم الواحد يتقنه عشان ربنا يكرمنا، صح ولا ايه؟ اصبري انت بس شويه كده، ناخد لنا يومين واخدك ونطلع على بلطيم نقضي احلى يومين في احلى عيشه. حلوه الحته دي يا مسيرتي. كده تقتلني بعد كل اللي عملته لك يا متولي؟ انت مش حاسه باي حاجه؟ سبحان الله. طب بقول لك ايه، حركي رجلك معايا كده، حركي جربي. لا خلاص فاكس بقى. سان دييغو جين سلامة، وبعد حد ياخد الرجلين. اوديو عامل ايه وازاي الخواجة؟ بقولك ايه، في رجلين من رجالتي هيقولك دلوقتي هخبطوا عليك بعد الثانية واحدة. من رجالتي القريبين قوي، اقعد معاهم ارغي كلمتين كده واقتلهم. ايوه ابعت لي دماغتهم خونه. يلا باي باي يا اودي. عملت ايه يا واد في الوليه اللي اتقطعت نصين؟ كله تمام يا بص. مية مية. جود مورنينج مستر متولي. جود مورنينج يا حلو. انت مين؟ سونيا سردينا، بنت سردينا. انت بنت المعلم سردينا؟ اوعي تكوني بنت ماتيلدا. لا، بنت واحدة تانية؟ ما شاء الله ما شاء الله. تعالي حبيبتي عند عمو، شايف المعلم سايب لنا صبايا حلوين ازاي؟ لف يا حلوة، لف لف، حلو قوي. يلا يا ابني شوف شغلك، حضر ورقة عرف. يلا نعمل ايه؟ يلا نتجوزها. هنعمل ايه؟ معلمي معلمي. طول عمرك اصيل يا بص. يا ابني لحمنا، هنرمي لحمنا في الشارع؟ دي بنت سيدنا وتجراسنا، انا رمز حياتي الوفاء والاخلاص. يلا سيب لي في ايدك ده وخدها على فوق. يلا عينيا. يلا مع السلامه. الله يرحمك يا معلم سردينا. هعمل ايه؟ لازم اشيل من وراه. ها يا اوديو، قولك الرجاله عملت ايه؟ موتهم ولا اتجننت يا اوديو؟ بتموت رجالتي يا اوديو؟ انت ايه الجرأة اللي انت فيها دي؟ انت هتستهبل؟ طيب خليك مكانك، انا جاي لك يا اوديو، خليك مكانك. ولا بقول لك ايه ده؟ في قطط ولا ايه؟ يا ساتر يا رب. انت مين؟ انا اخت المعلم سردينا. مين؟ اخت المعلم سردينا. تعال تعال تعال. الله يطلع المعلم سردينا، وما جايب المعلم سردينا. مساء الخير يا حلوه. مساء النور. اتغنداري اتغنداري ما شاء الله. انا اول مره اعرف المعلم سردينا الله يرحمه، دي اختي بالحلاوه دي. لا ده من زمان. اموريني يلزم خدمه. غلبانه وتعبانه ومش لاقي حته تقويني، ما تكبر بخاطري. الله يكبر بخاطرنا كلنا، والله يعني انا كان عندي استعداد بس مش للدرجه دي، بصراحه مش للدرجه دي. سنتيجو. ايوه. واد ابن حلال، استنى انا هكافئك. تعالى سنتيجو. تعالى شوف القمر. مين دي؟ ده اخو المعلم سردينا، كان بيخبيه عننا. حضر ورقه عرفه يا حبيبي ومبروك عليك. لا شيل شيل. افرحي افرحي يا عروسه. افرحي افرحي.
براحة 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 براحة. لا بيبي سيدة الأقمار السوداء. لا 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 لا. سلام عليكم يا ابني. عليكم السلام يا أمي. يحنن يحنن روح حتة تانية. لا يا حبيبي أنت مش عارفني ولا إيه؟ شو أخد بالي مين؟ أنا أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا يا أهلا زارتنا البركة أم المعلم سردينة عمي وتجراسي وأموريني. ربنا يخليك يا ابني والله أنا بس كنت مزنوقة كده في حاجة يعني. خلاص خلاص ده الليلة السودة دي سانتياغو. عيني ده إيه يا رب الوقع اللي وقعت فيها دي؟ هات يا ابني عقدين عرفي هتجوز أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا نورتينا. خدها من خلقتي بقى دي خاتمة قفلة منيلة بستين نيلة. يا رب ده انا مش عارف انا كده بخونه ولا بوفي. سانتياغو ايوه دور لي وشها دور لي وشها. سامحني بقى يا معلم سردينة كله اللي كده مش هقدر مش هقدر. ايه ده؟ احنا فين هنا؟ ايه يا دكتور؟ انا متهيألي ان القتيل بلع بالونتين ودبدوب قبل ما يقتل. بالونتين ودبدوب؟ قبل ما يقتل. الجثة دي اتنقلت من مكان الجريمة الاصلي بس انا هوصل. كلاشينكوف 819. حاسب يا فندم. كان شرس. أسلحة دمار شامل. وعنيف. يا هانم أنا مقدر مشاعرك بس عايزك تتماسكي وتتملكي أعصابك شوية علشان تجاوبي على أسئلتي كلها. أنا يهمني أعرف مين اللي قتل ابن حضرتك ومين حط الدبدوب في بقه. تعرفي إيه عن الدباديب؟ الحقيقة أنا عمري ما تدخلت في دباديب ابني بس اللي عايز حضرتك تعرفه إن ابني إكس ما كانش طفل عادي كان بطل. بطل في الدباديب يعني بطل؟ حضرتك بتستهتر بكلامي ليه؟ أيوة كان بطل ومن عيلة كلها أبطال. أبطال؟ طب يا ريت تحكي لي كل حاجة عن إكس وعن عيلته ولو في دباديب في السكة كده جت احكي برضو عنها. للأسف ما بقاش فيه دبدوب واحد. إكس كان جده الكبير قائد عظيم أظن حضرتك سمعت عنه القائد مدحت الأول. مين مدحت الأول؟ هاتوا الزفت ده. يلا يا مدحت. حضرتك مالكش مدحت ايه لان في اربع مدحت في الدفعه. يلا يا مدحت ما تستهبلش. يلا على فين حضرتك؟ يلا عشان عندنا حرب. حرب ايه ونيلت ايه في الجو النار ده؟ ده انا مسلخ من تحت الحاجات البلاوي دي. استنوا الويك اند قالوا الجو هيبقى لطيف. يلا يا مدحت ما فيش وقت. ارجوك لا نفذ الامر يا مدحت. ارجوك ارجوك عفيني ارجوك انا بخاف بكره الصحراء وبكره الحصنه وبعدين السيفتي تقيل جدا جدا والبتاع دي معصباني. ارجوك عفيني نفذ الامر يا مدحت. حضرتك انا دخلت غلط. انا كنت كاتب في رغباتي فنون جميله اقسم لك بالله. انت مطلوب بالاسم. انتوا عندكم 4 مليون جيبه اشمعنى انا ابو السيده؟ انت مشهور عنك الدهاء والذكاء. بالعكس انا غبي غبي جدا. ما تقولش على نفسك كده انت جميل. وانا خطيبتك ارجوك عفيني عفيني. يلا يا مدحت بقى يلا انت اشطر واحد هنا. يا حاضر حاضر. اقنعي واختار حد غيري من فضلك. يلا بقى اتفضل يا مولاي. مساء الخير. قالوا لي عنك
حكايات وأساطير. كل إشاعات، أقسم لك كل إشاعات يا فندم. إيه الكلام ده؟ قالوا لي عنك إنك محارب. يا فندم محارب إيه؟ أنا أصلاً مش مقتنع بالفكرة. سوري يعني، خلينا نتكلم فير. إزاي إحنا نترمي في المعركة عشان حضرتك تدافع عن العرش؟ عرش إيه؟ مش لوجيك الموضوع. سوري. إيه الكلام ده يا عسكري؟ سوري يا فندم. نفذ. حاضر فندم. نفذ يا فندم. حاضر فندم. سيب بس. نفذ. سيب لحدك حاجة. يلا. مقتنيات الدولة بس. يلا. حاضر فندم. بقى عصبي قوي. يلا. ألفت. هات البنات وتعالي ورايا. حضرتك يا فندم متأكد ان انا هروح للراجل ده؟ اوكي اوكي. حضرتك قائد يعني مرتاح وجندي من جنودك رايح للراجل ده؟ طبعا. اوكي ميرسي، كان نفسي اسمع الجملة دي. ميرسي قوي. يلا. ألفت. بس بس. ايوه. اوكي. يلا يا مدحت، يلا يا بطل. لا حضرتك مش محتاج ان انت تزوم، يعني الحاجات دي خليها للناس التافهه. انت بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا ساتر يا رب، ايه اللي يا نهار ما تحصلش الا النهارده. اوف، تقلبات تقلبات تقلبات. ايه ده؟ وانتقلت جينات البطولة لفرع العيلة اللي كان في ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى. هو إكس ليه أصول ألمانية؟ أوهو طبعاً، هم أصلاً من جلاند بروخ بيخشتيه، وجده الكبير الرادي فالر كان له صوالات وجوالات في الحرب العالمية. رودي فالر كان لعيب كورة. تشابه اسمي. ريال ايه والدنيا خربانه بره؟ يا عم اسكت بقى، يعني احنا لو قفلنا التلفزيون الحرب هتقف تقعد يا انت بقى. وادرس القوي. يا دي بوزك الفقر والنحس او زفت اتقطع. شفت مش قايل لك الاريا اللي انت جابه خربانه حلواني؟ اطلع على اللي عدله بسرعه يلا. لا لا لا، لازم تعمله الطيار قائد. لازم اعمله انا؟ اه امنه ظهري. ماك اخبار بره ايه؟ الجيش منتشر تمام؟ تمام كله تمام؟ تمام الحمد لله. الجو حر قوي النهارده. ايه ده فيها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ منين ده حلواني؟ ما انت تبعنا. من الجيش بتاعنا؟ ايوه. طب شوف اي سلسله في رقبته شدها منه. بس ده تبعنا. ايوه بدل واد ابراهيم عليه 200 جنيه خلصنا حلواني. يوبا يلا يلا قص يا رب. الجيش منتشر ها؟ كله تمام؟ يا جدعان دي اول حرب ليا ومش العب. ايه اللي حصل يا حلواني؟ ايه اللي عب؟ ايه اللي حصل؟ احنا بنتهزم ولا ايه؟ بنتهزم مين؟ ده احنا متقدمين. متقدمين ايه؟ امال هتاكل الكود دي جرافيك ولا ايه يا حلواني؟ يا جماعه الحرب اللي فاتت امي واختي وبنت خالتي وبنت عمتي وكل الستات اصحاب امها. دي ما كانتش حرب، دي كانت حنه يا حبيبي. ابعد ياض، ابعد ياض. ترزق معانا ريال، معانا ريال، معانا ريال. الله الله الله. وده كمان يا نهار اسود الواد سايد. الله يا رب. هنا ب 60 ده النصاب. حط الاريال فين؟ هنا يا قائد. ما تقوليش قائد، دي ما بحبش الكلمه دي. ماشي اطلع ربيع. يلا. حاطط السلك فين يا حلواني؟ اه السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ ايوه اقعد افتكر لحد ما يجي لي صاروخ في اورتي. اخلص اخلص.
افتكر ربيع معانا ريال معانا ريال. حاضر 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 توكلنا على الله خطوني. ها يلا شيلوني وحدوا. ايه يا عم ايه يا عم انت بتشيان انت بتطول عليا يا حلواني. ارفع حوتها ارفع وحدوا. خليك بيتك حلواني 100 متر سلك. حلو كده؟ طب ازعقش وركز معايا كده حلو؟ ايوه انت كمان جايب ماسوره طريه قوي حلواني في وسط الحرب. ها حلو قوي اثبت على كده. بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا حلواني. ايه الاريال ده؟ انت عدو؟ عدو ده كلام برضو مع عدو ولا الشيطان؟ لا ده احنا حلوين قوي كل ده اهوان. تسيبك من الحرب والكلام ده. بتقدم يا ربيع ممكن نتفاوض؟ طبعا نتفاوض ونتشاور وقبل اي حاجه كل شروطك انا موافق عليها بس شويه بس ثانيه هننظف المنطقه عشان التفاوض ده لازم يبقى على رواق صح؟ ايوه كده شكلك شقيه. حلواني انا خاين. الله يرحمك يا روجي يا فولر ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. كان بطل بطل بطل. انا ما فهمتش حاجه من الحواديت دي كلها علاقتها ايه باللي حصل لابن حضرتك. هو انت حضرتك بتشمر ليك وممك يعني هتضربني؟ ما انا بتكلم من غير اي ضغوط. الصراع في كوكي بارك زاد جدا وده اتسبب في مشاكل كتيره قوي وانا حذرته ايام حذرته بس هو كان للاسف دماغه ناشفه جدا. كان بيعمل ايه في كوكي بارك؟ بص بقى انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيتفسح ولا كان بيلعب مع الدباديب؟ كان شريك طبعا شريك في كوكي بارك قبل ما يتقتل والشراكه دي للاسف اتسببت له في مشاكل كثيره. حلو قوي مشاكل كثيره مع مين؟ شكلك فرحان في المشاكل. انا هحكي لحضرتك احنا في يوم من ذات الايام كنا قاعدين في الفيلا لا بينا ولا علينا فجاه طبوا علينا. حلو قوي كل شيء بقى واضح يعني حضراتكم جايين وبتستظرفوا عليا وبتهددوني جوه بيتي وفي الجيم بتاعي. يهددك ايه يا اكس احنا يا دوب بس جايين نوعيك. لا يا حبيبي لا يا قمر انا واعي كويس قوي انتوا شركاتي انما الكوكي بارك انا اللي بادرها فهمتوا؟ انا اللي بادرها مش هسمح لاي حد يتدخل فيها ولما اقول الدوده السحريه تتلغي يعني تتلغي. ايوه بس الدوده السحريه لو اتلغت هنخسر كتير. مالكش دعوه يا حبيبي مش هنخسر حاجه المكنه ما كانتش بتتشحن وانا مش عايز اتكلم كتير خلصنا. واضح انك مش مقدر عواقب اللي انت بتعمله كويس يا اكس. انا مقدر كل حاجه واللي عندكم اعملوه اعملوه. يكون في علمك بقى ان في اشاعات بتقول ان انت عامل صفقه كبيره مع شركه كيوي الصينيه. دي اشاعات مغرضه يا حبيبي انت وهو عشان يضروا سمعتي في المراجيح. يكون في علمك انت كده بتدبسنا في صفقه مراجيح جديده. اذا تدبس تتحرق تسمعوا كلامي وخلاص وبعدين انتوا خدتوا وقت الجيم بتاعي بصراحه. يلا يا ابني هنا يلا يا اتفرجوا من هنا يلا يا بره. شفت الفيديو اللي نزل على اليوتيوب لإكس قبل ما يتقتل؟ فيديو لإكس؟ نزل امتى؟ اهو لسه من نص ساعة. بص بريمي. يا ريس احنا لسه وصلنا المستشفى حالا. هطمنك يا ريس هطمنك. حاضر يا ريس حاضر يا ريس هدفع كل حاجه. حاضر يا ريس. انا زهقت من العنبر ده زهقت. ده جايب فيلم ايه ان شاء الله؟ ابراهيم الابيض
الإصابة إيه؟ كسر أربع متاوي. إيه إبراهيم الأبيض وكسر أربع متاوي؟ يا سوني ما تتعدي، انسي بقى شغلتك القديمة، ها؟ ولا حنيتي بقيتي بتشتغلي في مكان محترم. وده؟ ده الديلر. آه كان فيلم حلو قوي قوي. آه سلامتك 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 سلامتك. ما تخافش، خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت، ولا بتعملوا حاجة. الراجل أحمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه، انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا بتعملوا لي فيها مشكله في المستشفى. ان الله وان اليه راجعون، حول ولا قوه الا بالله. ده تبعهم. ايه ده ايه ده يا ابني ايه ده، خضتني. سلامتك اهدى، انا الدكتور انا الدكتور، ما تخافش. اهدى اهدى ثانيه واحده، حطي لي ايدك هنا على ركبته دي. خلاص خلاص خلاص. ايه الرياكشن؟ ايه بيلق؟ ايه بيلق بيلق؟ بقولك ايه، مش عايز تهبله الكلام كويس، في ركبه بتلق فين الحته ده؟ اكتب في التقرير ايه بتلق. امسك نفسك انت كمان. انا مش فاهم بيصوت ليه، انا مش فاهم. حاسس بايه يا حبيبي؟ احكي لي ايه الموضوع. انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا، فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره. قلت له ازاي؟ قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح. ايوه استاذ احمد السقا يعملها، انت كذاب، انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا. احمد السقا في منتهى الرشاقه، كذب مش عايز. انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايزني ابلغ البوليس، قول وخلصني. ها ما هو كنت طالع بشخصيتين مصر، وبعدين الانتاج اغراني قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبك ماله. وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول. انت لسه هتحكي تاني؟ الحكايه بدات من وانا صغير، كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط، كنت اسيب الامتحان. بس كمل كمل كمل، انا مش سامعك. كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا. وبعدين لما كبرت. خلاص كمل، لما كبرت ايه اللي حصل؟ لما كبرت بقى الحته تقول السقا راح السقا جه. انت السقا راح السقا جه؟ انت مجنون يا ابني. لاني جريء زيه بالظبط. هقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك. كنت امشي بعد الساعه 12 عادي، ما اخافش يعني. يا راجل باين عليك. وكنت ساكن في الثالث، اخد السلم كله جري، اخر سلمتين انطهم. انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل، بطل كذب. دي خلاص دي خلاص، حتى مفيش وطي صوتك بقى، عايز اسمع صوت عظمك. لا مفيش مفيش زقزقه في العارفه. معلش ان شاء الله ربنا يكرمك، ده السقا جنن الناس. مش معقول مش معقول. في حاجه تاني؟ انا عايز اعرف اخف امتى. ليه؟ علشان اتدرب على نطه الشلال. نطه الشلال كفايه. كفايه بقى كفايه، ده انت صدعتني ده انت صدعتني، انا زهقت. ثانيه واحده، وانت كمان ابعدي عني كده، في عايز اخد نفس. الو يا رانيا. ايه يا فوزي، مفاجاه. خير؟ اصل ابن طنطلوله طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا، وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه. ممكن؟ بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته، يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر هوديك، حاضر هجيلك استوديو. ايه جلال؟ حاضر. طب خلاص خلاص، وتعزمني على حاجه ساقعه، وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وهو بيمثل. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي يا حبيبي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. ايه يا سونيا انت اتجننتي؟ ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب، يعني اللي في دماغك ده شيليه خلاص، احترمي نفسك بقى، اعتبري نفسك شعر مخصوم منك، فهمنا؟ ايه القرف ده؟ يلا يا ابني. تمام. اسرع اسرع، مش عايز مرقعه، اللي يخش يلبس على طول. يلا بسرعه. يا ابراهيم قلت لك مالكيش في تسويق، انا فيه. يلا يلا بسرعه. مساء الخير يا راني. حبيبي سوري اتاخرت عليك، معلش. حلو اول مكان قوي النهارده، كان الشغل كده في المستشفى موت، وكلهم ضحايا حبيبي. كاستي دوبلرات احمد السقا. كفايه انك جيت يا حبيبي. معقول يا راني حاجه تبسطك وما جيش؟ انت فرحانه؟ انت بتحب احمد السقا كده؟ قوي. هتشوفيه هتشوفيه. بس على فكره قريب ولا ابن طنطلولو دي شخصية هنا ولا هيزقونا؟ ابن طنطلولو ده صاحب احمد السقا كده، الروح بالروح ما بيسيبوش بعض. حلو قوي. عشان بصي انا عايز ايه، تشوفيه ونروح نتغدى بره. اوكي انت مبسوطه نشوفكم. حلوه. هو اسمه ايه؟ جميل سفينه. جميل سفينه. لو سمحت يا فندم، في هنا الاستاذ جميل سفينه. سفينه؟ اه هو سفينه بقى استاذ يا استاذ نصر؟ سفينه ايه يا عم المركب؟ شكرا ميرسي على ذوقك. ميرسي يا فندم.
دول اصلا شكلهم مش مهمين عشان كده ما يعرفوهوش. لا اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق. ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لاحمد السقا، انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت. لا يا فوزي. انت يا ابني ايه يا ابني؟ انت متكلم باسلوب احسن من كده. حضرتك تمين؟ انا هنا مساعد مخرج وانت اللي تتكلم باسلوب احسن من كده. انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك؟ لا حضرتك واضح ان فاهم غلط. انا دكتور، انا مش كومبارس، انا جاي لخطيبتي، هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس. دكتور عصير يا استاذ. عصير وايه يا ابني؟ انا عايز قهوه. ايه القرف ده؟ غوم من وش حاجه تقرف. امر حضرتك. انت هنا جاي تعمل دوبلير لاحمد السقا؟ انت فرحانه دوبلير ايه؟ لا انسى الموضوع ده، مستحيل. مستحيل ايه؟ الضوء الضوء وتن. ما تقول لف وتريح نفسك. لف ليه حضرتك؟ من حق اعرف. اشوفك شوفني ليه؟ ايه البتهريج؟ انت هتمثل؟ هتمثل؟ مش همثل. بقول لك ايه، لف. استغفر الله العظيم. خير؟ ايه ده؟ خير؟ ده انت وكبك وكب احمد السقا بالظبط. لا صح صحي انت كمان. لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده، بيعصبني. انا جاي زياره وهروح. متشكر قوي. بقول لك ايه، هما بيدوهم 40 جنيه، انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان وكبك. هيدوك 50 جنيه؟ 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيها حركه ولا انت بتهرجي؟ وفي وجبه كشري لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع وان انت هتبقى هفتان مننا عشان ما تقعش. وجبه كشري هناكل كشري. رانيا اعقلي بقى. متشكر قوي. ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. يا رانيا فوزي، انت عارف ان انا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده؟ مش ما قوروني في حته تانية امثل ايه يا رانتي مجنونه؟ اوه ملابس. ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. فوزي ما تشدنيش، ما تشدنيش. هو ايدك ليك ابو اب يترد عليه. فوزي يلا بسرعه. جهزوا على المشهد واحد مسلسل للبيجامه الحمراء ايواكو. يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه، بس خلي بالك انا دكتور وعارف. يعني انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط صح؟ والنضاره خلاص. ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. الحسنه؟ اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه؟ الله انت بقيت شبهه بالظبط. انا شكلي احبك. شكلي امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه اللي البواخد؟ ما تكلمي عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع احمد السقا. احمد احمد ايه؟ ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد، بدل ما حد يسمعنا كلمه. اف ايه حكايتي ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني؟ لما بقيت شبه احمد السقا؟ خلي بالك من كلامك. ها في احساس هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعبر؟ لا عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت بتكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك، وطي صوتك. اوعي تعملي كده. وانا غلطان انا جيت معاكي اصلا؟ مش هرد عليك دلوقتي. وطلع لك تقدر ترد. بس 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 يلا 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 بينا. ثانيه لو تعرف اعمل ده في البيت. يلا يلا يلا. يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل اتكلم بطريقه كويسه. ايه اللي فظيع؟ جاهزين؟ يلا جاهزين. كان المفروض افكر 1000 مره قبل ما اخطب واحده تافهه زيي. طب جاهزين يا بيت؟ اتفضل. وانا ممكن اروح اورطكم كلكم. اتفضل. انا افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده، افكر ان انا اصلا احتمال ما كملش معايا. يعني ما كملتش. احسن ماشي ماشي. انت ماسكني ليه بس؟ يلا بس قوم. حضرتك تتكلم كويس؟ تتكلم مع دكتور؟ طب يا ماشي. لا لا وايدك ايدك. لا 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 معلش ايدك ما تمدش ايدك عليا لو سمحت. بس اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس. احنا جاهزين لو سمحت. انا اسمي الدكتور فوز. يلا يا ساطه بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا، هينسي الناس مين السقا بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ؟ هاي هايس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا هايس. ده هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ايوه يا ريس اهو وكبه وكب احمد السقا. انت مجنون؟ ايه علاقه ده باحمد السقا؟ انت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابه وبيخطفوه وفي دراما دراما. انت عايز تموتني؟ مين ده؟ يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها، انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو؟ أيوة انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي. انا فعلا دي مش شغلتي، وانا حاولت اقنعه بره، هم اللي زقوني. واللطيفه اللي بتحب النجم، ثانيه بقى ثانيه عشان انت خنقتيني. لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم، موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا متورط. ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. انا اعتذر وما عطلكوش. طب اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب، وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب يا سيدي انت خلاص افسدت لي يومي النهارده. مش معقوله كده؟ حضر المشهد بتاع الذبح. حاضر يا ويس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لحظه واحده عرفك مراتي
ان شاء الله مستقبلا وخطيبتي حاليا. اؤمر. طيب البنت اللي كانت هتتذبح في مشهد الذبح موجوده؟ لا مش موجوده يا ويس. ما جتش؟ لا ما جتش. احنا كنا عايزينك معانا في مشهد بسيط كده. لا انا خطيبتي بتمثلش، ممكن اعرف المشهد؟ لا لا ده مشهد هتتذبحي فيه بس. ايه؟ هتتذبحي. انا موافق. لا لا سوري ما اعرفش امثل. يا عبيطه هتمثلي في مسلسل بيجامه الحمراء مع النجم اللي بتحبيه احمد السقا؟ يا بنتي ما تخافيش انا موافق. لا 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 هيدوكي كشري. مش هتدوها كشري؟ انت بتهزر؟ و40 جنيه بتهزر يا فوزي؟ يا فندم تاكد ان هي هتبقى انتوا عايزين الرقبه. ايوه فوزي. بصي اللي هيضحوكي. بصي اطفال اطفال ابرياء. يا قصدك الخطوبه؟ افسخيها في داهيه. انت لازم هتعملي المشهد ده على جثتي. انا موافق. خلاص ماشي. واحنا كمان موافقين. فين السكينه بالظبط؟ ايوه ايوه ايوه. عشان طول الليل والنهار احمد السقا. اشربي بقى اشربي. مساء الخير يا استاذ احمد. حلو قوي. انا موافق. بسيطه و اوكي ملابس. مبروك مبروك مقدما. مبروك يا حبيبتي. يا يعني انت خلي استاذ احمد السقا ينفع. جهزوها للمشهد. هو ما عرفتيش فوزي؟ انت مرمطتيني. هي مشيت يا فندم. ده بيني وبينك بقى لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحه على الموضوع يقلب بجد. لا لا ما تخافش، احنا عندنا ناس بروفيشنال هيذبحوها من غير ما تحس. ما شاء الله واضح بروفيشنال. بسم الله ما شاء الله. حضرتك بتجيب الناس دي منين؟ ها يا رامي كله جاهز؟ جاهزين يا ويس. النسوان اللي هتمسح الارض والدم موجودين؟ حصل يا ويس. طب كويس. لا هي متوتره بس. هيمسحوا ايه؟ الدم. يا حبيبتي ايوه دم بتاع السينما. يا فاكره بجد حضرتك مخوفه زياده. ما تخافيش. دم دم اوانطه تمثيل يا بنتي. ياما ناس اتقتلت ممثلات. هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفه بقى. عاوزكم تركزوا معايا. الممثله قدامكم هتمسكوها تذبحوها. ايه؟ تذبحوها. بعد ما تذبحوها انتوا عارفين شغلكم وخلاص بقى. انتوا عملتوا ده قبل كده كتير. انت بنت حلال والله. اول مره تمثلي مع نجمك المفضل احمد السقا. يلا اجمدي ما تخافيش بقى. خليكي بلا فوزي بلا بتاع. اسكتي تعالى كده بقى فوزي عشان الدم هيترد. يلا يلا حبيبي. استنوا لما اقول اكشن اكشن. كات. هايل هايل يا نورو. برافو برافو. يا نهار اسود دول ذبحوها بجد. البوليس ذبحوا خطيبتي. خطيبتي اتذبحت. اتذبحت. قوم يا هبله قومي جريتهم لك. ها عايزه تشوف احمد السقا؟ اول واحد سابك وجاري. انا عايزه اروح. اسمعك تقول اروح استوديو تاني. ها اروح اجيب لك ال 40 جنيه ولعلبه الكشري. انت بتهزر. يلا قدامي. يلا على الله. اتفضل اتفضل. صدق نفسي استاذ احمد السقا الحقيقه هو نفس الطول ونفس الهيبه ونفس الشموخ. ازيك يا استاذ احمد؟ فاكرني ولا لا؟ انا اللي عملت دورك في الفيلم الاخير. فاكرك وحش فاكرك. وزي ما نطت العماره جت على خير انا مستعد لنطت الشلال. حبيبي حبيبي بس انا رجالتي ما يبقوش كده. رجالتي ما يتضربوش في رقبتهم. رجالتي ما فيش جبس. ها أه؟ رجالتي لازم يبقوا جامدين. الرقبه لا لازم امرنه. اضرب يا استاذ احمد. لا من غير ما اضرب بس بجربك. وحش 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 يا استاذ احمد. استناني هنا اروح اعمل مكياج المشهد الجديد واجي لك. ها اتفضل يا استاذ احمد. هاي 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 يا الله. لو عايزني اختفي كمان ممكن اختفي.